انا بسافر الكويت ان شاء الله اسبوع اسبوع بس، وبعد ما ارجع نكتب الكتاب على طول. ايش قلتي؟ ما هو برضه اخوها حفظي قاعد اهو، مفروض يعني يتكلم. اتكلم تكلم، قول شيء يا حفظي. اقول ايه يا اما، انا مش فاهم حاجه. مش فاهم ايه يا واد؟ مش فاهم ايه؟ قوم قوم قدام عزك، قوم. واسيبه كده عادي في الشقه عادي؟ نعم امان. لا مفيش حاجه، بالاذن يا اخويا. اتفضل. عايز ايه؟ انت متعبي حمار، وانت بتغمزي لي ليه؟ بغمز لك ليه؟ الراجل بيقول لك عايزين نقرا الفاتح، سيادتك ترد عليه وتقول له واحنا كمان عايزين شبكه. يا سلام، وما قلتلوش انت ليه؟ ما فيكش لسان يا واد. انت الراجل، انت الراجل، وانت لازم تتكلم. خلاص هروح اقول له. اسمع اللي هقوله لك، تروح تقوله له دلوقتي. قول له احنا عايزين شبكه مش اقل من 20,000 جنيه، زي ما انت خليتها بالظبط. تعالى هنا، انت مصبح على ايه؟ تخش دلوقتي عنده وتقول له كل كلمه انا قلتها لك من غير ما تتكسف، سامع ولا لا؟ حاضر. يلا قدام قدام. انت تاني جوه. اسمع يا حفظي، انا موافق على كل الكلام اللي قالته الوالده، وبجيب شبكه ب50,000 جنيه. ها، ايش تبون اكثر من كذي؟ احبابي، وقبل ان اترككم في رعايه الله، اتمنى انه في الحلقه القادمه يظل هذا التواصل الحميد بيننا. وقبل ما اسيبكم، عايز اذكركم بحاجه. صلوا على حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. أيوة، سمعوني، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم تمام سعيد. الله يبارك فيك يا أستاذ تمام. الله عليك سلفون. والله العظيم ألف مبروك يا أستاذ تمام. أحسنت ما شاء الله. إيه الجمال ده؟ ما شاء الله، فطري فطري وتلقائي وبسيط ومن قلبك. احسنت يا استاذ تمام. كنت متوتر مرتبك، مش عارف كان باين عليا ولا لا. لا لا لا، مفيش خالص. تمام سعيد اللي قلتها في الاخر دي كويسه زي الفل يا استاذنا. انا عاوز الانتاج يصرف للاستاذ تمام 10 حلقات مقدم. 10 حلقات مقدم؟ لا يبقى انت مبسوط بجد بقى. احسنت. يبقى مفيش مجامله ان شاء الله. استاذ تمام دي اول حلقه، لسه الباقي. يا رب يا رب ان شاء الله. بالتوفيق. الله يخليه يا رب، ربنا كريم ان شاء الله. اهو كرز اهو. مين يا اختي؟ ده الراجل اللي اتبنى مي، تليفونه مقفول على طول. شش. الو، مساء الخير، انا ليلى. حضرتك والد مي بالتبني؟ اهلا وسهلا. مي؟ لا والله مش موجوده. مي مسافره يعني شهر ولا حاجه ورجع. حاضر، شكرا، مع السلامه. الراجل ده بيكذب عليا. انسيها يا بنتي، المهم انها عايشه عيشه كويسه الحمد لله. وحشاني بنت الايه. We'll be right back.
والنبي لو قادره لكنت قلت رقصت. يا اختي مالوسهم، ما تروسي يا وليه منك ليها.